وصل من العمر عتية ولم يعد قادرا على وصل كلماته المبعثرة في سياق منطقي. لكن الضغينة حركته بالأمس، وأنباء إرهابيه في سوريا حملت إليه أوجاعا تفوق بكثير أوجاع العافية، فألهمه الحنق أن ينطق هجرة بعد أن صمت عن الحق دهرا. يرسم أمير الظلام الطاعن في الخيبة مستقبل السوريين. هذه دعابة ولا شك، لكنها في حساب الأزمة النفسية التي تعصف بالرجل هروب نحو الأمام. أملاه كم الضربات المتتالية التي تلقاها إرهابيو الأمير البائس على الساحة السورية. تاريخ الرجل يدل عليه، فلا يكاد المرء يقع له على فضيلة واحدة، فإذا ما تناول هم الأمة فسلام على فلسطين وبيت مقدسها. وقد تنطح في قمة بيروت العربية لإسقاط حق العودة وجعله نسيا منسيا، لولا إصرار الرئيس لحود المدعوم من سوريا على تثبيت هذا الحق. وعندما كانت المقاومة اللبنانية تخوض معركة الشرف نيابة عن أمة متخاذلة ونائمة، سارع وزير خارجية مملكة القهر السعودية إلى وصف المقاومين بالمغامرين الذين يجب أن يلقوا جزاء مغامرتهم. تلقف كيان العدو يومها التصريح الذي يرفع الغطاء عن المقاومة ويطلق يد إسرائيل في العدوان، لولا أن المقاومة صمدت وصمد معها عمقها السوري، وعاد الأمير المحزون لهزيمة إسرائيل يراكم الأحقاد ويتحين الفرص. فرص بدا وكأن ما يسمى ربيع العرب حملها إليه، فعاودته هوايته القديمة في دعم قطعان الإرهاب المصنع تاريخيا بين ظهراني المؤسستين الدينية والدبلوماسية في مملكة القهر الوهابية. إرهاب وجد في السلطان العثماني أردوغان حليفا طبيعيا، فكون الاثنان مع حمد الصغير مثلث الإرهاب في المنطقة. وبدا سعود الفيصل سوقة في يد حمد الصغير، يقوده إلى حيث يحوك المؤامرات على الأمة المبتلاة بصغار، وجهوا مدخرات الأمة نحو تدمير بقيتها. تسليح المعارضة واجب أعتقد، لأنه ما تقدر تدافع عن نفسها إلا بأسلحة للأسف، ولا لو كانت تقدر تدافع عن نفسها بمحامين تجيبهم ينظروا في الخوية معها. يتباكى سعود الفيصل على الشعب السوري وقد جاهر بتسليح قطعان الوهابية لقتله، فلم تقم وزارة الخارجية السعودية بإدانة أي عملية تفجير وقعت في سوريا، ولم يجري على لسانه المتثاقل جملة واحدة تدعو إلى سواء السبيل ووقف سفك الدماء المسفوحة بأمره وأمر حليفه أردوغان وسائسه حمد الصغير. لا تجد كلمة الحق سبيلها إلى لسان الرجل، هو غائب عن الوعي حتى يأمره حمد الصغير فيستجيب ويدلي بتصريحه قبل أن يعود إلى سباته الشتوي من جديد.